تعالى بقى يا سيدي نتكلم على جزئيه مهمه جدا ولذيذه جدا، هي الخاصيه الحامضيه والقاعديه. مين يا مستر اللي بيديني الاحماض ومين اللي بيديني القواعد؟ اولا بص يا سيدي، في نقطه مهمه كده عايز افكرك بيها، ان الاحماض تمام يا جماعه زي ما خدناها في اولى ثانوي السنه اللي فاتت، قلنا ان الاحماض ديت عباره عن مواد بتذوب في الماء وبتديك اتش موجب في الغالب، يعني زي مثلا HCl ده بنقول على حمض عشان لما بيدوب في المية بيدينا اتش موجب وCl سالب. القلويات دي بتدوب في المية تمام وبتديني OH سالب، ان موجب زائد OH سالب تمام. طيب انا بقى عندي العنصر لما بيرتبط بالاكسجين بيديني حاجة اسمها اكسيد، يعني X مع O بيديني XO. XO بقى ده هل هو عبارة عن اكسيد حامضي هيديني حمض، ولا اكسيد قاعدي هيديني قلوي، ولا اكسيد متردد يعتبر الاثنين؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندنا الاكاسيد الحامضيه، قالك دي عباره عن اكاسيد يا سيدي لا فلزيه، دي اكاسيد لا فلزيه يعني اكسجين متصل بلا فلز، قالك تذوب في الماء تمام وتعطي قلويات وتعطي احماض. تعطي ايه؟ احماض. يعني مثلا لما حاجه اقول لك السي او 2 انا هدوبه في الميه ثاني اكسيد الكربون، هيقوم مديني حمض اسمه حمض الكربونيك، ادي اتش 2 ادي سي ادي او 2 وواحده 3 اس 3، ادي هنا حمض اسمه حمض الايه؟ الكربونيك. تمام يا سيدي؟ طيب وبعدين اجي اقول لك مثلا عندي اس او 3 ثالث اكسيد الكبريت، لما حاجه ادوبه في الميه تمام هيديني حمض اسمه حمض ايه؟ ادي اتش 2 وادي هنا اس 3 او واحده يعني 4، حمض اسمه حمض الكبريتيك. تمام يا سيدي؟ طيب وبعدين فانت دلوقتي عندك بتدوب في الميه بتديك ايه؟ احماض. قالك الاكاسيد الحامضيه دي كمان بتتفاعل مع القلويات وبتديك ملح وميه، يعني مثلا انا عندي اهو السي او 2 والاس او 3 هنفعلهم مع قلوي مثلا وليكن ان اي او اتش اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، فهنلاحظ ان هم هيدوني بشكل اساسي ميه تمام، وهيدوني برضو بشكل اساسي ملح، فالملح اللي هيطلع لي هنا هو ملح مين؟ ادي ال ان ايه بتاخد السي والاوفا بيطلع لي ان ايه سي او 3 كربونات الصوديوم، ملح اسمه كربونات الصوديوم، الصوديوم ده تكافؤ احادي الكربونات ثنائي يبقى ان ايه 2 سي او 3. نبذل المعادلة، ان ايه بواحدة طلع باتنين اقوم ضرب في اتنين، السي بواحدة طلع بواحدة تمام، الاتش عندك باتنين طلع باتنين، الاو عندك اتنين واتنين اربعة طلع تلاتة وواحد اربعة، اتوزنت المعادلة. قالك هنا عندك الاس او 3 زائد الان اي او اتش هيطلع لي ايه؟ ادي الان اي هتاخد الاس والاو فيطلع لك ان اي اس او 4 اللي هو عبارة عن كبريتات الصوديوم، وعندنا هنا الصوديوم احادي والكبريتات ثنائي يبقى ان اي 2 اس او 4. اوزن يا باشا المعادله، ادي هنا عندك الان اي بواحده طالعه باتنين هقوم ضارب في كام؟ في اتنين، ادي اس بواحده طالعه بواحده وب 3 و 2 5 طالعه 4 و 1 5، الاتش ب 2 طالعه بكام؟ ب 2. اتوزنت معانا المعادله، ده بالنسبه للاكاسيد الحامضيه. تمام يا شباب؟ طيب يا سيدي تعالى بقى للاكاسيد القاعديه. الاكاسيد القاعديه ده اكسجين مع فلز، خلي بالك قالك بعضها بيدوب في الميه بيديني قلويات والبعض الاخر ما بيدوبش، فخلي بالك كل القلويات بتكون قواعد، لكن ليس كل القواعد قلويات. لا مستر مش فاهم حبيبي، لما اجي اكلمك على مصر، دي مصر صح؟ مصر دي فيها محافظات كتيره من ضمنهم محافظتي اللي هي الاسكندريه. تمام يا سيدي؟ طيب فانا اقول لك على حاجه، الاسكندرانيه كلهم مصريين صح ولا انا غلطان؟ تمام، لكن هل مصر او هل المصريين كلهم اسكندرانيه؟ لا، في اسكندرانيه، في شرقوه، في ده اهلاويه، في داخل في داخلاويه ايه، في عندك اليوبيه، في عندك القاهره، فبالتالي انت مش كل مصر اسكندريه. كذلك لما اجي اكلمك يا حبيبي على القواعد، ادي هنا القواعد،
جزء منها بيدوب، الجزء اللي بيدوب ده اسمه قلويات. فكل القلويات هي قواعد، لكن مش كل القواعد قلويات. طب مستر، شبه مين الاكاسيد القاعدية؟ شبه اكسيد الصوديوم، اكسيد البوتاسيوم، اكسيد المغنيسيوم، اكسيد الكالسيوم CaO مثلا. طيب، فعندك الاكاسيد القاعدية ديت، قال لك خلي بالك دي بتتفاعل مع الاحماض وبتكون لك ملح وميه، وفي منها زي ما قلت لك بيدوب في الميه. بمعنى لو جيت قلت لك ان A2O هدوبه في الميه H2O هيديني NaOH هيدروكسيد صوديوم. لو انا جبت مثلا ال MgO ودوبته في الميه هيديني MgOH، وده احادي، ده ثنائي، يبقى MgOH باي 2 هيدروكسيد مغنيسيوم. فتعال نوزن المعادله كده، ادي هنا ال Na ب 2 طالعه ب 1 ضرب في 2، وب 2 و 2 طالعه، او 1 و 1 ب 2 طالعه ب 2، H ب 2 طالعه بكام؟ ب 2. Mg ب 1 طالعه ب 1، O ب 2 طالعه ب 2، ال H ب 2 طالعه ب 2 عشان الاثنين توزع اللي جوه القوس. قال لك كمان بتتفاعل الاكاسيد القاعديه ديت مع الاحماض وبتدي لك ملح وميه. يعني حبيبي لما نيجي نتكلم مثلا على MgO، تمام يا شباب، هنفعلها مثلا مع الاحماض اللي هو HCl، تمام يا سيدي، او هنفعل مثلا ال Na2O مع ال HCl، حمض وده حمض، فهيحصل ايه؟ هيديك بشكل اساسي ملح وميه. يعني عندك هنا ال H هتاخد ال O، هنا ال H هتاخد ال O، فهيطلع لك في كلتا الحالتين H2O. ادي يا سيدي عندك الميه، وهتديك ايه كمان؟ هتديك ملح. يعني عندك ال Mg هياخد ال Cl، فيطلع لك Mg Cl، بس ده عشان ده ثنائي وده احادي، يبقى Mg Cl2. هنا ال Na هتاخد ال Cl فيطلع لك NaCl، تمام يا سيدي. طيب تعال نوزن المعادلتين، تمام يا سيدي، اهو هنا طلع لك ملح اسمه كلوريد المغنيسيوم، هنا طلع لك ملح اسمه كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. اوزن بقى باشا المعادله، ان هنا ب 2 طالعه ب 1 اضرب في 2، عندك هنا الاو ب 1 طالعه ب 1، الاتش ب 1 طالعه ب 2 اضرب في كام؟ في 2. السي ال ب 2 طالعه ب 2، هنا ام جي ب 1 طالعه ب 1، او ب 1 طالعه ب 1، اتش ب 1 طالعه ب 2 اضرب في 2، السي ال ب 2 طالعه ب 2. اتوزنت معانا المعادله. بيقول لك هنا يا سيدي الاكاسيد بقى المتردده، الاكاسيد دي بوشين يا حبيبي. خلي بالك عايز اقول لك ملحوظه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي الملحوظه ديت؟ احنا عندنا هنا شباب الاكاسيد القاعديه بتتفاعل مع الاحماض، صح، لكن لا تتفاعل مع القلويات، لا تتفاعل مع القلويات ولا تتفاعل مع الاكاسيد القاعديه. عندنا هنا الاكاسيد الحامضيه بتتفاعل مع القلويات، صح، لكن لا تتفاعل مع الاحماض ولا الاكاسيد الحامضيه، تمام، لا تتفاعل مع الاحماض ولا الاكاسيد الايه الحامضيه، بتتفاعل مع اللي عكسها. عندنا بقى الاكاسيد المتردده دي بوشين، تتفاعل مع الاحماض وتتفاعل مع القلويات، وفي جميع الاحوال هتديك ملح وميه. يعني مثلا حبيبي تقول لك ايه مثلا، واشهرهم طبعا عندك اكسيد الالومنيوم واكسيد الخرسين، وفي عندك اكسيد الانتيمون واكسيد القصدير، تمام. بص يا سيدي، عندك مثلا اكسيد الخرسين زد ان او، ده لما هنيجي مثلا نفعله مع ال HCl هيتفاعل. انا معاك يا معلم، ايه ده التحم حبيبي، اصل انا اكسيد قاعدي، مش انت حمض؟ اه ده انا اكسيد قاعدي، ده انا عارفك، يلا نتفاعل يا حبيبي مع بعض. وهوبا ال H ياخد ال O يطلع لي H2O، وهوبا ال ZN ياخد لي ال Cl يطلع لي ZNCl2، وحصل التفاعل، طلع لي ملح كلوريد الخرسين وطلع لي ميه. بعد كده ال ZNO يقوم متفاعل مع مين؟ مع ال NaOH، يقول له ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي، انت قلوي؟ اه انا قلوي، انت ما تعرفش؟ انا حمض، ده انا حمض من زمان قوي، ده انا اكسيد حمضي. الله يا جدع، انت لسه كنت من شويه فوق اكسيد قاعدي؟ يا راجل ما انا بوشين، انا على حسب الموجه بعوم، انت حمض؟ خلاص انا محسوبك اكسيد قاعدي، ايه ده انت قلوي؟ محسوبك اكسيد حامضي، وفي جميع الاحوال هطلع لك ملح وميه، هعوم على عومك. فعندك هنا الاثنين دول لما بيتفاعلوا مع بعض بيديك ملح اسمه خرسينات الصوديوم. الصوديوم ده اللي هو ان ايه؟ الخرسينات ده اللي هو زد ان او 2، مجموعه ذريه تكافؤها ثنائي وده احادي، هنعمل مقص فهيدينا ان اي 2
ZnO2، ملح اسمه خرسانات الصوديوم ومية. بص يا حبيب اخوك، تعال نوزن المعادلتين كده مع بعض. ادي هنا الاتش بواحده طالعه باتنين اضرب في كام؟ في اتنين. هنا الان ايه بواحده طالعه باتنين اضرب في كام؟ في اتنين. الزد ان بواحده طالعه بواحده. الاوب واحده واتنين تلاته طالعه باتنين واحد تلاته. الاتش عندك باتنين طالعه بكام؟ باتنين. ادي طلع لك ملح خرسينات الصوديوم وطلع لك ميه. مش كده وبس، في عندك يا حبيبي اكسيد الالومنيوم Al2O3 برضه بوشين متردد. اذا انت حمض، انت HCl صح؟ حمض. اه انا اكسيد قاعدي، تمام. فهتفاعل معاك وهدي لك ملح وميه اهو. يعني هنا الاتش هتاخد الاوف هيطلع لي H2O ميه، والاي ال هتاخد السي ال فيطلع لي AlCl3 ملح كلوريد الالومنيوم. ليه قلت 3؟ عشان ده تكافؤ ثلاثي وده احادي، عملنا مقص طلع لي AlCl3. طيب يا حبيبي تعالى نوزن المعادلات. لما نيجي نتكلم على الاي ال هي ب2 طلع بواحده ضرب 2، تمام. اصبح السي ال بكام؟ 2 في 3 ب6. هنا بواحده ضرب في كام؟ في 6. اتش هنا ب6 طلع ب2 اضرب في كام؟ في 3. 3 في 6. الاوب 3 طلع بكام؟ ب3. اتوزنت معانا المعادله. تعالى لسه ما خلصناش. الاي ال 2 او 3 لسه برضه بيلعب على الموجتين. حبيبي مش مصدق نفسي، انت ان اي او اتش، انت قلوي؟ اه انا قلوي يا عم، ده انت نسيتني ولا ايه؟ ده انا احسن اكسيد حامضي هنا من ساعه ما جيت. برضه لعب على الوينجين، مع الحمض اكسيد قاعدي، مع القاعده اكسيد ايه؟ حامضي. وفي جميع الاحوال هيطلع لي ملح وميه. فهنا هيطلع لي ميه اللي هي الاتش 2 او غنيه عن التعريف. هيطلع لي بقى بعديها ملح اسمه ميتا الامونيات الصوديوم. صوديوم يعني ان ايه؟ ميتا الامونيات دي مجموعه ذريه AlO2، ده احادي ده احادي راحوا مع بعض فتبقى ان AlO2. تعالى نوزن المعادله، ال ب2 طالعه بواحده اضرب في كام؟ في 2. ان ايه بواحده طالعه ب2 اضرب في كام؟ في 2. تمام يا سيدي. عندي هنا كام او؟ 3 و2 5، طلع 2 في 2 ب 4 و1 5. الاتش عندك ب2 طالعه بكام؟ ب2. اتوزنت المعادله، تمام يا سيدي. طيب مستر، يا ترى كده الخاصيه الفلزيه او الخاصيه الحامضيه والقاعديه بتزيد ولا بتقل؟ والله على حسب. لو هنيجي نتكلم على الدوره الواحده، احنا واحنا ماشيين ايه اللي بيحصل؟ بتزداد الخاصيه اللافلزيه، صح؟ واللافلزات بتديني ايه؟ اكاسيد حامضيه، صح ولا لا؟ فمعنى كده لما هتزداد الخاصيه اللافلزيه تزداد معاها الخاصيه الحامضيه، صح ولا لا؟ طيب يا سيدي تعالى كده معايا حبيبي، بتزداد الخاصيه الايه؟ اللافلزيه، صح؟ وقلنا هتزداد معاها الخاصيه الايه؟ الحامضيه. طب مين اللي بيقل؟ بتقل الخاصية الفلزية، والخاصية الفلزية بتديني قاعدية، صح؟ فلما هتقل الخاصية الفلزية هتقل معاها الخاصية القاعدية. الكلام ده فين يا شباب؟ في الدورة. تعال بقى حبيبي في المجموعة اللي هي بتبدأ بفلز، شبه المجموعة وان ايه؟ طبعا واحنا نازلين ليثيوم، بعد كده صوديوم زي ما اتفقنا، بعد كده بوتاسيوم، بعد كده روبيديوم، سيزيوم، الحجم الذري بيزيد فالخاصيه الفلزيه بتزداد. فمعنى ان هو بتزداد الخاصيه الفلزيه، شكرا يا حبيبي، هتزداد الخاصيه الايه؟ القاعديه، لان الفلزات بتدينا ايه؟ قواعد. طب مستر في المجموعة اللي بتبدأ بلافليز شبه المجموعة 7A، تعال نشوف. بص يا سيدي، لما نيجي نتكلم على المجموعة ديت هي كلها لافليزات. حاجة غريبة هنلاحظها، هنلاحظ ان مش احنا المفروض يا مستر واحنا نازلين بتقل الخاصية الفلزية، اصلا المفروض واحنا نازلين بتزداد الخاصية اللافليزية. اقول لك لا، واحنا نازلين المفروض تقل الخاصية اللافليزية، يعني المفروض تقل الخاصيه الحامضيه، صح ولا لا؟ مستر حاجه غريبه لاحظتها، لاحظت مستر ان انا لما جيت قارنت بين الاتش اف والاتش سي ال،
عرفنا ان ده حمض قوي وده حمض ضعيف، برغم ان ال HCL ده تحت الاف، والاف ده لفلز قوي، والسي ال لفلز بس مش اقوى من الفلور. واحنا قلنا ان لفلز خاصيه اللافلزيه لما تزيد تزداد الخاصيه الحمضيه. لاحظنا هنا ان احنا واحنا نازلين بتزداد الخاصيه الحمضيه. ايش معنى؟ اقول لك يا سيدي، ادي هنا الاتش مع الاف اللي هي حجمها صغير، ادي هنا الاتش مع الاف مع السي ال اللي هي حجمها اكبر شويه، ادي هنا الاتش مع البي ار اللي هي حجمها اكبر شويه، ادي هنا الاتش مع الاي اللي هي حجمها اكبر. اخد بالك؟ واحنا نازلين هتلاحظ ان الحجم عمال يزيد، ولما الحجم هيزيد يا شباب هيحصل ايه؟ التجاذب بين الذره اللي هي بتاعت اللافلز الفلور او الكلور او البروم او اليود هتقل، التجاذب بين الذره وايون الاتش موجب يقل، اذا يسهل تأينه. احنا خدنا السنه اللي فاتت لما الحمض امتى اقول عليه قوي؟ كل لما يديني ايونات كتير، صح ولا لا؟ يعني مثلا انا عندي اهو اناء وعندي اهو اناء، الاناء ده انا حطيت فيه HCl والاناء ده انا حطيت فيه HF. يا عم تعيد العام، تمام؟ ايه اللي حصل؟ لاحظت يا مستر ان الاضاءه بتاعت المصباح هنا كانت قويه جدا. لاحظنا هنا الاضاءه بتاعت المصباح كانت كتكوته خالص. ايه السبب يا مستر؟ السبب ان ده تم التأين، اصل هنا التجاذب بينهم ضعيف بين الاتش والسي ال، فكله اتفكك لموجب والسالب، فبقى عندي وفره من الايونات الموجبه والسالبه. وفره من الايونات يبقى انا عندي التوصيل بيكون عالي، فمعنى كده ان عندي حمض هنا قوي. طب يا مستر ازاي بنقول على حمض ضعيف؟ اقول لك يا حبيب اخوك، احنا دلوقتي عندنا الاتش اف هنحطها، التجاذب هنا التجاذب قوي، فالاغلب بينزل زي ما هو، ما بيحبش يتفكك، جزء بسيط اتفكك لايونات موجبه وسالبه، فما بقاش عندي وفره من الايونات. فانا لما كان عندي الايونات قليله الاضاءه هنا كانت خافته يعني ضعيفه، فبالتالي المجموعه اللي بتبدا بلافلز شبه المجموعه 7A واحنا نازلين اللي بيحصل بتزداد الخاصيه الحامضيه. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد، ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. تعال بقى سيدي لحاجة اسمها الأحماض الهيدروكسيلية أو الأحماض الأكسجينية اللي هي بتحتوي على أكسجين، تمام؟ وعندك وعندك قواعد بتبقى مركبات هيدروكسيلية، يعني في OH، تمام؟ يبقى أنت في عندك أحماض أكسجينية فيها O وعندك قواعد مركبات هيدروكسيلية OH. قال لك دلوقتي انت عندك القواعد الهيدروكسيليه شبه ال NaOH شبه ال KOH، تمام يا شباب؟ احنا بنمثلها بصيغه عامه MOH، ال M دي بتمثل ذره العنصر اللي هو الصوديوم. لما نيجي نتكلم على ال NaOH لما هيجي يتأين، مستر هو ليه بيتأين ل Na موجب زائد OH سالب؟ يعني هو مثلا ليه ما بيتأينش ال NaO زائد H موجب؟ صح ولا لا؟ قال لك والله خلي بالك، هو لو اتقيم بالشكل ده هو كده قاعدة، انما لو اتقيم بالشكل ده هو كده حمض. طب يا مستر ليه بقى بيتقيم لكده وليه ما بيتقيمش لكده؟ قال لك والله بص يا سيدي الموضوع مش بمزاجنا. قال لك دلوقتي انت عندك اهو الفلز ام اهو، ادي هنا موجب وسالب في تجاذب، والطبيعي هنا موجب وسالب في تجاذب، الطبيعي هنا موجب وموجب تنافر. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك ان الام او اتش تمام قسم عندي ل M موجب و H موجب في نفس الوقت زائد O سالب، ليه؟ لأن ده موجب وموجب أساسا في ما بينهم تنافر. إنما أنت عندك أحيانا بيتأين كحمض وأحيانا يتأين كقاعدة. إمتى مستر يتأين كحمض؟ قال لك بص يا سيدي، عندك دلوقتي ال M و H، شايف ال M وال O دولت ماسكين في بعض جامد، يعني هنا عندك تجاذب قوي، فتلاحظ ان ال MOH لما هتيجي تتفكك ال M مش عايزه تسيب ال O فطلعت لي MO سالب. المعلم ده كده كده متنافر مع ده، وهنا في تجاذب بس تجاذب ضعيف، فالرابطه هنا اتكسرت، وكده كده هو مش هيتصل بال M فهيطلع لوحده H موجب. كده في الحاله دي هو اتأين كحمض. تعالى بقى لما يجي يتأين كقاعده،
ادي عندك يا حبيبي هنا الام او اتش كالعاده، هنا ام موجب واتش موجب تنافر يعني مش هيرتبطوا ببعض، فهنا التنافر ده هيبعد الاثنين عن بعض. هنا في تجاذب بس تجاذب ضعيف، وهنا في تجاذب بس تجاذب قوي. فبتلاحظ ان الاتش ماسكه في الاو مش عايزه تسيبها، فبيطلع لي او اتش سالب. او اتش ايه؟ سالب. كده اصبح الام لوحده لان خلاص مش هيتصل بالاو. الرابطه دي اتكسرت بسهوله عشان تجاذب ضعيف، وكده كده ده موجب مع موجب ما ينفعش، زائد ام موجب. فهنا اتقين كقاعده لما اداني او اتش سالب. طب يا مستر، يبقى احنا كده عندنا امتى المركب يتقين كحمض؟ لما يكون او عندما تكون قوه التجاذب او قوه التجاذب بين مين ومين؟ بين الام والاو كبيره، بين الام والاو اكبر من الاو والاتش. فساعتها هيتقين الام واتش لام او سالب زائد اتش اي موجب. طب امتى يتقين كقاعده؟ لما تكون قوى التجاذب بين ام واو مالها اقل من او اضعف من الاو والاتش، تمام؟ فساعتها هيتفكك لام موجب زائد او اتش ايه سالب ويتقين كقاعده. طب مستر افرض الرابطتين دولت، ها افرض الرابطتين دولت زي بعض في القوه، قال لك ساعتها هيعمل شبه الاكاسيد المتردده، هيتأين حسب الوسط. الوسط اللي عندي مثلا حامضي هيتأين كقاعده، الوسط اللي عندي حامضي هيتأين كحمض. شبه مثلا عندي مركب شبه ال ALOH باي 3، ده هنا هيدروكسيد الالومنيوم وده ماده متردده، هيدروكسيد اهو. ده لما هيجي يتفاعل مع ال NaOH هيتفاعل عادي جدا لان هو ماده متردده. انت قاعدي حبيب قلبي اخوك حمضي، انا هتأين هنا كحمض، تمام يا سيدي؟ وان كان مش بالضروره هيديك نفس اللي في الصوره، بس انا بحاول اقرب لك المثال اللي هنا. فهنا ده حمضي هيتفاعل مع قاعده، فساعتها هيديك ملح عادي شبه اللي احنا خدناه، ميتا المونيات الصوديوم وميه. فبالتالي هنا يا جماعه الرابطه لما تكون متساويه ما بين هنا وهنا، ساعتها شباب هيتأين حسب الوسط. طيب فانا عندي يا شباب بشكل عام قوة التجاذب بين الام والاو بتعتمد على ايه يا سيدي؟ بتعتمد على حجم الام كبير ولا صغير والشحنة بتاعتها. فمثلا احنا عندنا شباب ال NaOH، او ادي Na موجب. ال Na موجب ده من عناصر المجموعة 1A، حجمها بيكون كبير فالتجاذب هنا بيكون ضعيف، انما هنا التجاذب هيبقى تجاذب ايه؟ هيبقى تجاذب قوي. فساعتها ال NaOH ده هيتأين ل Na موجب زائد OHA سالب، تمام؟ فبيتأين كقاعدة. طيب يا سيدي تعال بقى نتكلم على الأحماض الأكسجينية اللي هي فيها أكسجين. يعني مثلا شرح حمض ال H2SO4 ده حمض أكسجيني، إنما ال HCl هل ده حمض أكسجيني؟ لا، يبقى اللي فيه أكسجين ده بيتقال عليه أحماض أكسجينية. الأحماض الأكسجينية بتختلف في القوة وبتعتمد على حاجة معينة. إيه هي الحاجة المعينة ديت؟ قبل ما أقولك عليها تعالى نتكلم على الصيغة العامة بتاعتها. قالك هي بتمثل بالصيغة العامة MOOH، أدي هنا N وأدي هنا M. مستر مين الM ده؟ الM ده العنصر اللي هو ممكن يبقى كبريت، ممكن يبقى كلور، ممكن يبقى سيليكون، حسب العنصر اللي عندي. وده عندي ده أكسجين وده أكسجين وده هيدروجين. الN ده عدد ذرات الاكسجين الغير مرتبطه، تمام؟ الغير مرتبطه بالهيدروجين. انما هنا ام ده عباره عن عدد ذرات الاكسجين المرتبطه بالهيدروجين. فبص يا حبيبي، كل ما ان ديت تزيد، العلماء لاحظوا ان كل ما ذرات الاكسجين اللي هي مش متصله بالهيدروجين تزيد، كل ما بتزداد قوه الحمض، يبقى بتزداد قوة الأحماض الأكسجينية بزيادة عدد N اللي هي عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين. أدي هنا الM ده بيبقى متصل بأكسجين، تمام؟ ومتصل بأكسجين يا شباب عامل رابطة مع الH، تمام؟ فكل ما الO ده الحر يزيد، كل ما قوة الحمض عندي بتزيد. تعالى مثلا نشوف، عندنا هنا مجموعة اسمها السيليكات SiO4 تكافؤها رباعي.
عندك مجموعة الفوسفات بأفور تكافؤها ثلاثي، عندك مجموعة الكبريتات اس أفور تكافؤها ثنائي، عندك مجموعة اسمها البيروكلورات تكافؤها أحادي سي ال أفور سالب. تمام؟ طيب يا سيدي، وبعدين بيديك حمض هنا، حمض اسمه الأرث الأورثو سيليكونيك، عبارة عن ايه؟ ادي اتش وادي اس اي او 4، ده رباعي وده احادي، يبقى اس اتش 4 اس اي او 4. هنا الارثو فوسفوريك، ادي هنا اتش وادي هنا بي او 4، ادي هنا ده ثلاثي وادي هنا ده احادي، يبقى اتش 3 بي او 4. حمض الكبريتيك طبعا غني عن التعريف، ادي هنا اتش وادي هنا اس او 4 تكافؤها ثنائي، يبقى اتش 2 اس او 4. هنا حمض البيروكلوريك اللي هو ادي هنا اتش ودينا CLO4، ده تكافؤ أحادي واحد رحم مع الواحد. تعال نخليه على الصيغة العامة اللي هنا. إزاي مستر؟ أدي هنا هنشوف فين العنصر اللي مختلف عن الهيدروجين والأكسجين. هنا SI أقوم جايبه أول واحد، وأقوم فاتح قوس الH تحتها كام؟ أو أحط في القوس ده OH، هضرب القوس ده في كام حسب عدد الهيدروجين؟ عدد الهيدروجين عندك هنا كام؟ أربعة صح؟ طبعا هنا هنضربين في كام؟ في 4. تمام يا شباب، هنضرب في كام؟ في 4. هل انا بقالي اكسجين حر يتحط هنا؟ لا، لان انا عندي 4 اكسجين هم موجودين في القوس. فانت لو جيت خدت بالك عندك كام ان هنا؟ عندك الان هنا بصفر، ان مفيش مفيش اكسجين حر. عندك هنا حبيبي كام؟ ام 4. فهتلاحظ هنا انت عندك السيليكون متصل بايه؟ ب4 او اتش. مفيش عندك يا حبيبي اكسجين حر، فهنا قوه الحمض ده بيكون اضعف الاحماض، فساعتها النسبه بين الان للام 0 ل 4، فعدد ذرات الاكسجين اللي غير مرتبطه بالهيدروجين بايه؟ بزيرو. واحنا قلنا دي كل ما هتزيد كل ما هتزيد قوه الحمض، فهنا ده عشان مفيش فده بيعتبر اضعف الاحماض. تعالى هنا، مين العنصر المختلف عن الهيدروجين والاكسجين؟ البي، وافتح قوس احط فيه او اتش. الاتش هتا كام؟ 3، اضرب في 3. انا عندي كام او؟ 4، موجود منهم 3 يبقى لي 1. ادي هنا حبيبي عندي البي عامله رابطه مع الاو وثلاث روابط مع الاو اتش، ففي هنا اكسجين حر بواحد، فده حمض بنقول عليه مثلا ان هو متوسط. تمام، النسبه بين الان للام ادي 1 لكام؟ ل 3، 1 حر وتلاتة مرتبط بالهيدروجين. تعالى الحمض الكبريتيك، بص يا سيدي فين اللي مختلف عن الاتش والاو؟ الاس، افتح قوس احط فيه او اتش، اتش هتا كام؟ 2، اقوم ضارب في 2. الاو عندي 4 صح؟ هنا حطيت 2 فاضل لي كام من الاربعه؟ 2، ادي او 2. تمام يا سيدي، فانا عندي هنا الان ب 2 وعندي الام ب 2، فهنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنا عندي الاس عامل ربطتين مع الاو تمام الحر، وعامل هنا 2 مع الاو اتش، فالنسبه هنا 2 حر يعني 2 اكسجين مش مرتبط بالهيدروجين ل2 متصل بالهيدروجين، فانت عندك عدد ذرات الاكسجين الغير مرتبطه بالهيدروجين 2، فهنا ده حمض قوي. كل ما الان تزيد كل ما قوه الحمض تزيد. تعالى الحمض البيروكلوريك، ادي هنا فين العنصر المختلف عن الاتش والاو؟ السي ال، افتح قوس احط فيه او اتش، كام اتش؟ واحده، انا اضرب في 1، بقى لي كام او؟ هم 4، في واحد هنا يبقى لي 3. يعني عدد ذرات الاكسجين اللي غير متصله بالهيدروجين عددهم 3. النسبه هنا 3 الى 1. تمام، انا عندي هنا الان ب 3 والام عندي بكام؟ ب 1، فده بيكون اقوى الاحماض. تمام، فهتلاحظ هنا السي ال معايا يا سيدي عامل 3 روابط مع الاو، واحده بس مع الاو اتش. تمام يا سيدي، فبالتالي هنا كل ما الان زادت كل ما قوه الحمض عندي زادت. خلاصه الكلام بقى في نهايه الدرس قبل الاخير للحصه اللي جايه ان شاء الله هتكون نهايه المنهج بتاعنا، تعالى بقى نتكلم على ملخص تدرج خواص العناصر وانا ماشي في الدوره، مين اللي بيزيد بيزداد عندي؟ اولا كده شحنه النواه الفعاله. ليه يا مستر بتزداد شحنة النواة الفعالة؟ علشان عندي بيقل الحجم الذري. تمام، فلما هتزداد شحنة النواة الفعالة بيزداد جهد التأين.
وبيزداد مين؟ الميل. وايه تاني؟ والسالبيه، لان الجذب الارتباط بيزيد، فبيزداد حبيبي الخاصيه اللافلزيه اللي هي بتكون للاحماض، فهتزداد معاها الخاصيه الحامضيه، فهيقل هنا العكس. هتقل مين؟ هتقل حبيبي الخاصيه، تمام، الفلزيه اللي بتكون القاعده، فهيقل معاها الخاصيه اللي هي يا شباب القاعديه، تمام يا سيدي. ده في الدوره. تعال بقى عندك يا حبيبي هنا في المجموعه، واحنا لما العدد الذري بيزيد اتفقنا انه بيزداد الحجم الذري. طب ليه بيزداد الحجم الذري؟ عشان بتقل شحنه النواه الفعاله، تمام يا سيدي. فلما هيزداد الحجم الذري هيحصل ايه؟ هيقل جهد التأين والميل والسالبيه. طبعا يا شباب احنا عندنا هنا الحجم الذري بيزيد، صح؟ يعني القدرة على فقد الإلكترونات هتزيد، يعني بتزداد الخاصية الفلزية اللي هي بتكون القواعد، يعني بتزداد معها الخاصية القاعدية. فهنا شباب هتقل الخاصية اللافلزية اللي هي بتكون الحامضية، فتقل الخاصية اللي يا شباب الحامضية. دي كده خلاصة للي احنا قلناها. طيب يا سيدي كالعادة اتفقنا نقول لك على حاجة بسيطة كده في آخر الحصة تستفيد بيها في حياتك ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، دلنا على دعاء. الدعاء ده مهم جدا 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 وبسيط جدا، تقوله في النهار بعد صلاة الفجر، يعني على مدار وقت الصبح، او تقوله وقت الليل، يعني تقوله حين تصبح وحين تمسي، 4 مرات الصبح و4 مرات بالليل. طيب ايه هو الدعاء ده؟ هتقول يا سيدي اللهم إني أصبحت أشهدك، ده الكلام ده لو بالنهار، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. 4 مرات حين تصبح. طب لو هتمسي بالليل اللي هو الوقت اللي قبل المغرب لغاية بالليل بقى، تمام، اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. 4 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قالها 4 مرات حين يصبح وحين يمسي أعتقه الله من النار. ربنا ان شاء الله ينجيك من النار بالدعاء البسيط ده اللي انت مش هياخد منك دقيقتين لما تقوله 4 مرات بالنهار و4 مرات بالليل. والحديث رواه ابو داود. اتمنى تكون فدتكم ولو بشيء بسيط، واشوفكم على خير ان شاء الله الحصه اللي جايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.